بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ويوم جديد وحصاد الأهلي. النادي الأهلي يفوز ومصر تفرح. النادي الأهلي لا يعرف المستحيل. المستحيل ليس أهلاوي. نقدر؟ أيوة نقدر، إحنا النادي الأهلي. ده كان كلام قلناه كتير، وكل هذا الكلام كل أهلاوي، 90 مليون أهلاوي داخل مصر ومئات الملايين من النادي الأهلي بيكتبوه وبيقولوه وبيرددوه، ودائما وابدا الاهلي عند حسن الظن. الاهلي يتفوق في المواقف، الاهلي يعود دائما كبير، الاهلي لا يعرف المستحيل. هل تعلمتم الدرس؟ رساله مهمه جدا 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 لكل من يستهين بالنادي الاهلي. هل تعلمتم الدرس؟ رساله مهمه جدا لمن يقتنع ان بنتيجه لقاء ذهاب وموقف صعب المهم انتهت، يبقى ما يعرفش النادي الأهلي. أنت لا تعلم النادي الأهلي إذا كنت مقتنعا أن النادي الأهلي في حالة أن يكون متأخر فالقصة انتهت. هذا هو قدر النادي الأهلي، 110 سنة من الإنجازات، والإنجازات لا تأتي إلا بأيدي الرجال، لا تأتي إلا بعزيمة وبإصرار وبخطط وبفعل وليس فقط بالأمان. النادي الأهلي وعودة تاريخية من ملعب رادس في تونس، وتأهل من ملعب رادس في تونس، والتأهل من تونس لم يأتي مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. 2001 النادي الأهلي عملها، و2012 النادي الأهلي عملها، وأيضا في 2017 النادي الأهلي عملها. الأهلي دائما يفعلها ويتأهل في تونس، لأن النادي الأهلي يأخذ الأمور على مراحلها. النادي الأهلي دائما لا يحبط من فقط هزيمة واحدة. صراحة ملعب التتش تمرينة يوم الأربعاء، النادي الأهلي جمهوره بيحتشد داخل ملعب التتش، الجمهور والنداءات وكل ما حدث من جمهور النادي الأهلي والتشجيع الكبير عاد مرة أخرى بالنادي الأهلي للتأهل. وإحنا معنا على الهاتف دكتور ياسر أيوب، رئيس المنظومة الإعلامية بالنادي الأهلي. مساء الخير يا دكتور، وألف مبروك. الله يبارك فيك أستاذ فاروق، الله يبارك لكل الأهلاوية، كل أبناء النادي الأهلي. عودة تاريخية من تونس، النادي الأهلي يحقق التاريخ مرة أخرى، يكتب التاريخ، كومباك صراحة ولا أجمل من كده. تأخر حتى في تونس بهدف، ثم النادي الأهلي يعود ويسجل هدفين ويصعد للدور قبل النهائي. هو حضرتك، أنا يعني أنا بكرة في نفس اليوم كاتب العمود بتاعي وحطيت له عنوان يعني يلخص الحكاية كلها. قلت لا تبحثوا عن عنوان، إنه الأهلي. نعم. يعني هو ده الأهلي، يعني مش الماتش اللي فات بس. في أوقات كثيرة جدا النادي الأهلي بجماهيره بإدارته بلاعبيه بمدربيه بمسؤوليه دايما بيدي الآخرين هذا الدرس المهم، إنه الأمل، الإصرار، العناد، القتال من أجل الحقوق حتى آخر لحظة. نعم. هو ده الأهلي. صراحة دكتور، إصرار اللعيبة كان مهم، العزيمة، حتى طريقة اللعب اللي كابتن حسام البدري غيرها في الشوط الثاني، كل ده أعطى النادي الأهلي الأفضلية. حتى اللاعب المحترف التونسي علي معلول تحس وهو في داخل اللقاء، على الرغم من الخطأ في الهدف الأولاني اللي دخل من ضربة جزاء، ولكنه عاد مرة أخرى بروح وعزيمة الفانلة الحمراء وصنع هدف وأحرز هدف. أنا عايز أقول لك يا أستاذ فاروق، إن أنا بقيت أتوقف أمام أمور في منتهى الغرابة. يعني على سبيل المثال التشكيك في قدرات وامكانات كابتن حسام البدري. نعم. المدرب الذي قاد النادي الاهلي هذا الموسم بالفوز بالدوري دون هزيمه، ثم الفوز بالكاس، ثم الوصول الى قبل النهائي الافريقي، وان شاء الله ياخذ دوري الابطال الافريقي باذن الله. ايه هو سلوك حساب المدربين في عرف من يهاجمون طول الوقت او ينتقدون طول الوقت؟ يعني ماذا يعني اطلب من اي مدرب في العالم غير كده؟ طيب، واذا افترضنا انه مدرب فاز ببطوله او مباراه بالحظ بالصدفه بضعف المنافس،
فهل ده يدوم في كل هذا المشوار؟ اعتقد لا. الحاجه الثانيه، بعض الناس للاسف الشديد جدا طلعت قالت انه كابتن شريف اكرامي كان بيتعمد الخطا في المباراه هنا علشان هو ضد الاداره. وانا الحقيقه مش قادر افهم اللي بيحب الاهلي او اللي بينتمي للاهلي او دي رسالة تفكيك يا دكتور، رسالة تفكيك دي مش رسالة نقد حتى. يعني اولا انا متاكد ان كل ابناء الاهلي دون استثناء المفترض ان هم لا علاقه بالانتخابات ولا علاقه باي خلافات لما يكون الفريق الاهلي بيلعب. نعم. نبقى كلنا ورا الاهلي او ده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي. واللاعب الثالث كان علي معلول، بدا بعض الناس كنت بسمع واقرا تعليقات اثناء الشوط الاول ان هو تونسي بيخون الاهلي عشان خاطر يجامل الاشقاء التوانسه. فسبحان الله يرد عليهم علي معلول انه يحرز هدف ويصنع هدف. والحكايه بقى الاخيره هي انه في بعض الناس طلعت النهارده تقول ان المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي انه ما كانش صح وما كانش يليق ان هو يسيب الفريق قبل مباراه قبل النهائي يوم السبت الجاي. بسرعه اصدروا الاحكام وقرروا الادانه. المهندس محمود طاهر كان رئيس بعثه النادي الاهلي في تونس لمباراه الترجي. وحين تقرر ان الفريق هيقعد في تونس في معسكر لحين مباراه الذهاب امام النجم الساحلي، فعاد النهارده المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي ومعاه كابتن سمير عدلي، وهيعود الاثنين يوم الخميس لانه البعثة زي ما حضرتك عارف نعم بتحتاج فلوس علشان تمد المعسكر. فالمهندس محمود طاهر لا هرب ولا رجع عشان الانتخابات ولا تهرب من مسؤوليته او من واجباته. المهندس محمود طاهر جه وراجع يوم الخميس تونس ان شاء الله. والصراحة دكتور ياسر شيء يحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي، قرار التواجد مع بعثة الفريق خاصة في مرحلة صعبة جدا، نتيجة لقاء الذهاب لم تكن إيجابية بالشكل المطلوب، ولكن قرار رئاسته للبعثة وقرار جريء بصراحة أضاف إلى الفريق الكثير من الطمأنينة الكثير من الدعم، وده اللي شفناه خلال مجريات الأمور داخل المباراة حتى بعد التأخر بهدف. واعتقد ان كان في محاضره تاريخيه للكابتن حسام البدري بين الشوطين عشان النادي الاهلي يؤدي بهذا الشكل ويطلع بهذه النتيجه بالفوز بهدفين مقابل هدف. انا سمعت حضرتك كنت بتتكلم على المران الاخير النادي الاهلي قبل السفر الى تونس. نعم. وانا كنت حاضر هذا المران وبشكر عليه اداره النادي الاهلي اللي فتحت ابواب النادي لجماهير النادي الاهلي. انا كنت يعني سعيد جدا باثنين. سعيد بكابتن حسام البدري اللي جمهور النادي الاهلي قبل ما يبدا المران قعد ينادي عليه ويحتف له، والحاجه الثانيه لما نادوا على كابتن شريف وغنوا له وشجعوه. واعتقد انه هذا كان له دور مهم جدا في ثقه كابتن حسام البدري في قدراته وقدرات لاعبيه وفي حلم الفوز بالبطوله. وهم كمان هذا الجمهور العظيم هو اللي استعاد لينا شريف اكرامي، هو اللي رجع لنا شريف اكرامي، لانه كان هجوم عنيف جدا وقاسي جدا واتهامات ظالمه واتهامات جارحه، وقدر جمهور الاهلي يحتوي شريف ويحتضنه علشان يعود شريف اكرامي مره اخرى بهذا التالق اللي احنا شفناه في التدريب. تأكيد يا دكتور ياسر، واشكرك شكرا جزيلا والف مبروك مره ثانيه، وإن شاء الله النادي الأهلي من تألق لتألق بإذن الله يا دكتور ياسر. كمل كلامي مع حضراتكم. والصراحة جمهور النادي الأهلي هو من يصنع الفارق. جمهور النادي الأهلي في يعني حتى في تونس، حتى في رادس، بصوا الدخلة في روح الفانلة الحمراء، حتى الدخلة للجمهور اللي ما راحش بعدد كبير جدا، ولكن الجمهور النادي الاهلي لما بيحب يبعت رساله بتوصل بروح الفانيله الحمراء. كلكم شفتوا الدخله لجمهور النادي الاهلي وشفتوا الفرق ما بينها وما بين دخلات جمهور الترجي. الترجي لم يتعلم الدرس من لقاء الترجي،
والصورة اللي كانت ظاهرة وفيها نجم النادي الأهلي ورمز من رموز النادي الأهلي محمد أبو تريكة بيهدي الكاس، وسبحان الله محمد أبو تريكة هو اللي بياخد الكاس من فريق الصفاقسي وبيقلب الموازين على الكل، لأن ده طريقة النادي الأهلي، النادي الأهلي بيرد في الملعب. نفس الشيء حدث في لقاء الترجي أمام الأهلي، وأيضا دخلت جماهير الترجي والأهرامات والفارس والكلام الأوهام اللي في البعض بيعيش فيها، وبيعود النادي الأهلي وجمهوره بيرد بروح الفلينة الحمراء، رفع قميص النادي الأهلي للعيبة، اللعيبة شافت هذا المنظر، الوضع اختلف، الوضع اختلف، والنادي الأهلي بص حضراتكم في هذه الصورة شيء لا نفقده أبدا، روح الفلينة الحمراء، هي دي الرسالة اللي الجمهور بيقدر يرجع فريق بيها، هي دي الرسالة اللي حركت الحجر وحركت شعور 11 لاعب، 11 مقاتل كان في الملعب حتى بعد التأخر بهدف. نادي الأهلي سيطر على الشوط الثاني تماما 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 بسبب هذه الرسائل، رسائل النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي، اللاعب رقم واحد والمحرك الرئيسي، وعشان كده النادي الأهلي نادي القرن، مش بس ببطولاته، مش بس بإنجازاته، مش بس بنجومه، ولكن بجمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي يخليك تعشق النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي دائما واثق في النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي لا يستسلم، وثقته في ناديه هي اللي بتخلي اللعيبة تحس في لعيبة لعبت هذا اللقاء وما عصرتش النجوم الكبار، ولكن جمهور النادي الأهلي ودعمه بهذا الشكل هو اللي خلاهم يعودوا مرة أخرى. طريقة اللعب تبدلت، النادي الأهلي سيطر على مجريات الأمور، تغييرات الكابتن حسام البدري وتغيير طريقة اللعب ونزول جونيور أجاييه وتغييره 4-1-3-2 سيطر على الملعب تماما، عارف فريق الترجي نقط ضعفه فين، ابتدى العديد من الفرص، خد فرص كتير جدا، نادي الأهلي ضاعها، كان ممكن يبقى هيفي سكور هذا اللقاء، واللي كان واثق في ده جمهور النادي الأهلي على الرغم من المشككين. الصراحة ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، ألف مبروك للعيبة النادي الأهلي، وهنا هقف وقفة مع سيادة الوزير. سيادة الوزير في حاجة اسمها بروتوكولات المراسم، ولما الواحد بيخش في منصب بهذا الحجم لازم يكون عارف يعني إيه مراسم، رئيس الجمهورية نفسه بيبقى عارف يعني إيه مراسم، فلما يجي وزير الرياضة المصرية وبيهنئ جزء من النادي الأهلي وفقط لاعبه، ده لا يصح، تهنئة بتذهب إلى من يدير المنظومة ومن يؤدي داخل المنظومة، المنظومة بأكملها ناجحة، فهنا في نقص في المراسم، ونتمنى أن يكون خطأ غير مقصود، ونتمنى أن الأمور ترجع في نصابها الرئيسي، لأن النادي الأهلي ما شاء الله هو أنجح مؤسسة رياضية في مصر، شاء من شاء وأبى من أبى، ده قدر على من يكره النادي الأهلي، على من هو ضد النادي الأهلي، حتى اللي عنده مشكلة مع أشخاص داخل النادي الأهلي غصب عنه هيلاقي النادي الأهلي بيكسب، مش بس عشان هو اسمه الأهلي فالأهلي بيكسب، عشان في إدارة بتخطط، في ناس بتأدي شغل التخطيط بتاع الإدارة، في لعيبة وفي نجوم بتأدي في الملعب، فالنتيجة هي معادلة مكسب بأمر الله سبحانه وتعالى، توفيق ربنا فوق الجميع، والتوفيق لا يأتي إلا من يستحقه، ربنا دايما بيكافئ من يجتهد، من يعمل، النوايا الصالحة والشخصيات النظيفة ربنا دايما بيكرمها، وده أقل حاجة نقولها للنادي الأهلي ومجلس إدارته بعد هذا التأهل، تأهل مهم جدا، ولكن من اليوم نادي الأهلي يفكر في لقاء الذهاب أمام النجم الساحلي. مهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي طلع بتصريح قال لك لم أفقد الثقة أبدا في لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني، وكان على ثقة كبيرة، ووجوده داخل ملعب رادس، وجوده داخل كرئيس بعثة في تونس كان بيدي دعم كبير وثقة كبيرة للعيبة، وقال سبحان الله، قال إنه واثق جدا من الله سيكافئ المجتهد، بقول سبحان الله كنت بقول نفس الكلام، مشير ان الجهاز الفني واللعيبه اجتهدوا كثيرا في الساعات الماضيه واستعدوا بشكل جيد للمباراه، واضاف رئيس النادي الاهلي ان فريق الكره كان لما بيكون تحت ضغوط بيؤدي الى الافضل، ومشيرا ان دعم الجمهور اللي كان موجود ايضا كان له مفعول السحر، وانه توجه لغرفه خلع الملابس بعد المباراه لتهنئه اللعيبه على التاهل، وطبعا تهنئه الجهاز الفني، الف مبروك للمهندس محمود طاهر والجهاز الفني واللعيبه.
هكمل كلامي. والنادي الاهلي يطلب 60,000 متفرج للقاء الاياب مع النجم الساحلي في دور قبل النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي في اللقاء الترجي التونسي كان طلب عدد كبير من الجمهور حوالي 60,000، ولكن جاءت الموافقه ب 20. اعتقد النادي الاهلي في هذا الدور يحتاج هؤلاء من صنعوا الفارق. جمهور النادي الاهلي هو اهم محرك رئيسي في ان النادي الاهلي يتفوق على ترجي التونسي بعد النتيجه المحبطه في لقاء الذهاب. هم دول اللي رجعوا النادي الاهلي من تونس منصورين، هم دول اللي رجعوا النادي الاهلي الى الدور قبل النهائي، ودول يستحقوا ان هم يكونوا موجودين في ملعب برج العرب باذن الله في لقاء العوده، لان ان شاء الله هم دول اللي هيكون ليهم مفعول السحر مع لعيبه النادي الاهلي في التاهل باذن الله الى المباراه النهائيه. لواء سياده اللواء شين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال انه هيبدا في ترتيبات لحضور الجمهور لمباراه الاياب، موضحا ان النادي هيطلب حضور 60,000 مشجع لهذه المباراه اللي هتكون على برج العرب، ونتمنى انها كانت تبقى 100,000، هتلاقي 200,000، هتلاقي نادي الاهلي لما بيقول انا عايز جمهور، جمهور النادي الاهلي ما بيتاخرش وبيرد الطلب في كل مكان وفي كل زمان. أكمل كلامي مع حضراتكم. والكابتن حسام البدري يقرر بقاء النادي الأهلي في تونس حتى لقاء الذهاب. صراحة ده قرار مهم جدا، قرار واعي جدا، وأيضا له رد فعل إيجابي جدا 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 ويحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي. الحاجة الأولانية كابتن حسام البدري ولاعيبة النادي الأهلي في مشقة، المشقة هي كانت لقاء في منتهى الصعوبة أمام الترجي التونسي ذهابا وإيابا، وفي سفر الى تونس. النادي الاهلي بعد ما شاء الله حقق نتيجه الفوز هيرجع مصر، لو كان الكابتن حسام البدري قال نرجع، وهيرجع تاني لتونس لان في اسبوع يا دوبك ما بين اللقاء ده واللقاء ده. طبعا في اسبوع واحد هتسافر هذه المسافه وتبتدي بقى تنقل مقل اقامتك وتبحث على ملعب تدريب و كل ده هيشتت الموضوع. النادي الاهلي في ميزه واتكلمت فيها كتير جدا، ان الاداره الفنيه بتبقى محسوبه جدا جدا جدا. الاداره الفنيه بطرق اللعب والتاكتكس والكلام الكوره بيبقى مع كابتن حسام البدري، كابتن احمد ايوب، وكابتن سيد معوض، دول شغالين فيه بشكل كويس جدا، وايضا وجود الكابتن سيد عبد الحفيظ مديرا للكره. الناحيه الثانيه انيس الشعلالي اللي من فضل الله كنت من اوائل الناس اللي شكروا في هذا الرجل، لأن كنت بشوف شغله وفاهم شغله ده بيؤدي إلى إيه، والمردود شفتوه في نهاية الموسم إزاي النادي الأهلي هو بيلعب أي فريق، زمالك، سموحة، إسماعيلي، مصري، وأيضا تونسي، بتشوفوا الفارق البدني اللي موجود عند الكابتن حسام البدري والكابتن أنيس الشعلالي ولعيبة النادي الأهلي عن أي فريق، وهو ده المردود. الواحد من فضل الله عنده نو هاو في الموضوع دوت، فمن التمرينه بس بنشوف الراجل ده بيشتغل وعايز منها ايه. بالنسبه للجمهور وبعض النقاد بيتسرعوا في الحكم، ومش عشان الراجل تونسي فده معناه انه ليه يخش واحد تونسي، لو واحد تونسي عنده نو هاو كويس قوي وعنده كفاءه اهو. كابتن حسام البدري اصر على وجود انيس الشعلالي، وصراحه اصراره كان في محله، ونجاح الشعلالي نجاح للكابتن حسام البدري، افضل مدير فني في مصر لانه يدير منظومه رياضيه فيها هذا الرجل وهو انيس الشعلالي. وتقسيمه الحمل من ماتش الترجي اللي بلعب فيه بمردود بدني عالي جدا، ولسه هرجع مصر وارجع تاني، فالنادي الاهلي قرر بقاء عشان يدي اريحيه اكثر للعيبه. ولازم اشكر مره ثانيه دعم مجلس الاداره والرد الفعل السريع بقرار البقاء في تونس، عشان الوقت ضيق جدا واللعيبه تكون على اعلى مستوى وجاهزيه بدنيه قبل لقاء النجم الساحلي باذن الله.
النادي الاهلي كعادته بيفرض حظر اعلامي على بعثة الفريق في تونس. الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي قرر فرض حظر اعلامي على الفريق واعلان عقوبه. هذه العقوبه عشان التركيز الكبير. النادي الاهلي في معسكر، المعسكر هيطول، والمعسكر لما بيتفك بيبقى مردوده عكسي. بيتفك يعني بتلاقي تصريحات كتير، بتلاقي كلام كتير من جوه اللعيبه، واللعيبه تطلع تعمل لقاءات كتير، وده مش النادي الاهلي. النادي الاهلي من افضل مميزاته انه بيقفل على نفسه، بيقفل الفريق بيقفل على نفسه، بيبقى التركيز كبير جدا ما بين اللعيبه وما بين الجهاز الفني، المنظومه بتبقى ماشيه في سياق معين، فنتيجه بتبقى بامر الله ايجابيه. وده من الحاجات اللي عملها الكابتن سيد عبد الحفيظ، وقال ان الغرامه قدرها $700 على اي لاعب هيكسر الحظر الاعلامي. اعتقد ان هي قرابه 12,000 جنيه وبعض من الفلوس ده لو طبعا حولنا ال $700 للجنيه المصري. حاجه مهمه جدا، ودائما النادي الاهلي معروف بهذا الحظر الاعلامي وان يقفل على فرقته، خاصه انه في مرحله اصبحت خلاص عنق الزجاجه. انت عايز تكسب دوري ابطال افريقيا، بتلاعب فرق في منتهى القوه وليها كل الاحترام والتقدير، فلازم تقفل على نفسك بالشكل المطلوب. خبر كويس لجمهور النادي الاهلي، سعد سمير يواصل التاهيل عشان يكون جاهز من اصابه العضله الضامه. دكتور خالد محمود طبيب النادي الاهلي قال ان اللاعب حالته بتتحسن بشكل كبير جدا مع الادويه وطريقه العلاج، وبصراحه يحسب للكابتن حسام البدري انه لم يدفع بسعد سمير. حاجه ثانيه لازم احيي محمد نجيب، محمد نجيب جندي مجهول داخل النادي الاهلي، لازم نديله كل الدعم ولازم نديله كل الشكر. لعيب راجل بمعنى الكلمه، مفيش مره النادي الاهلي احتاج محمد نجيب ومحمد نجيب لم يكن موجود ولم يكن بالمستوى المطلوب. حتى في نهائي 2012 محمد نجيب لعب بجوار وائل جمعه وكان على اعلى مستوى، نفس الشيء جنب رامي ربيعه في قدام الترجي التونسي في 2017 كان على اعلى مستوى. سعد سمير من اللعيبه اللي تطورت بشكل كبير جدا، ما شاء الله حاله فنيه وحاله بدنيه عاليه جدا، افضل مدافع في مصر الموسم الماضي. حتى بعد ذهاب حجازي الى ويست بروميتش الانجليزي لم يتاثر النادي الاهلي، بفضل امكانيات سعد سمير العاليه، بفضل رامي ربيعه، بفضل محمد نجيب، بفضل كل مدافعين النادي الاهلي، وده المستوى المطلوب. ان شاء الله يكون على اعلى جاهزيه قبل مباراه النجم الساحلي. ايضا هكمل مع حضراتكم، وليد سليمان بيخضع لفحص طبي بسبب الام الحوض، ودي من اثار الكدمه القويه اللي لحقت بيه في خلال مباراة الترجي التونسي على ملعب رادس. وجونيور أجايي أيضا هو كمان عنده فحص طبي لمدى استعداده للعلاج، وعليه أن تقرر مشاركته في المران الجماعي من عدمه. والفريق الطبي صراحة للنادي الأهلي بيأدي مهمة صعبة للغاية. جونيور أجايي بيشارك بشكل طبيعي، عفوا هو وليد سليمان اللي هيتعمل له الفحص، هو وسعد سمير. الدكتور خالد محمود دايما الفريق اللي بيلعب زي النادي الاهلي مباريات مهمه ومباريات صعبه وفيها التحامات وفيها حمل بدني عالي بيبقى في اصابات كتير جدا، يعني نتمنى التوفيق للدكتور خالد محمود لان المهمه مش سهله. وليد سليمان كان عنده اصابه في ركبته خلال مباراه طلائع الجيش، ولكن الحمد لله تعافى بشكل قوي جدا، وشفنا ده في لقاء الترجي. نتمنى ان يكون على اعلى مستوى من الجاهزيه، خاصه ان النادي الاهلي بيعتمد على وليد سليمان بشكل كبير جدا في النواحي الخططيه، لان وليد بيجيد انه يدافع، بيجيد انه يسجل اهداف، عنده حلول مهمه جدا صراحه. في حتى كره من الكور يعني رقص اربعه او خمس لعيبه من لعيبه الترجي التونسي. ففي مجمل الحوار وليد من ابرز العوامل اللي بيخلي كابتن حسام البدري انها يكون معتمد عليه من الناحيه الهجوميه.
واروح لخبر عمرو مرعي. عمرو مرعي لاعب نادي انتي السابق والداخليه يقود النجم الساحلي التونسي للفوز على اهلي طرابلس الليبي بهدفين مقابل الفيه. صراحه عمرو تالق بشكل ملفت للنظر. من الوارد ان هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الارجنتيني يفكر في ضم هذا اللاعب. اللاعب عنده امكانيات بدنيه كويسه جدا، بيجيد العاب الهواء بشكل مميز، وشيء يحسب له ان يكون سفير للكره المصريه ويقود فريق زي النجم الساحلي لفريق جماهيري بيلعب دايما تحت الضغوطات، انه يتفوق على فريق الاهلي الليبي بهدفين مقابل شيء. ونقول هارد لك ايضا للكابتن طلعت يوسف اللي بيقود فريق اهلي طرابلس الليبي. كده الاهلي هيواجه النجم الساحلي التونسي، مواجهه دائما تحدث ما بين النادي الاهلي والنجم الساحلي. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في مقابلته للنجم الساحلي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا الافريكان تشامبيونز ليج. أروح مع حضراتكم لردود فعل نجوم النادي الأهلي والأهلاوية بجد على السوشيال ميديا. هبتدي بشريف إكرامي اللي طلع وصرح قال بشكركم من كل قلبي على المساندة والدعم بعد لقاء الذهاب، واللي كان ليها دور رئيسي بعد توفيق ربنا في العبور لنصف النهائي، ألف شكر. وطبعا كلكم شفتوا، معلش معلش العب ما يهمكش، ده كان نداء جمهور النادي الأهلي لشريف إكرامي. عمرو السوليه طلع وقال شكرا جمهور النادي الاهلي. محمد هاني نجم النادي الاهلي طلع قال لك روح الفانله الحمراء الحمد لله، وده بعد اللي شافه طبعا كله بيتكلم على دخله جمهور النادي الاهلي. احمد فتحي نجم الفريق ومنتخب مصر، وما بكم من نعمه فمن الله، صدق الله العظيم، ده حتى استشهد بآية من القران الكريم، اللهم لك الحمد على كل نعمه انعمت بها علينا. ده احمد فتحي. رامي ربيعه وتويتا بالفرحه والحمد لله. صالح جمعه للجمهور في الشده طبيبك، ما انت حبيبه وهو حبيبك، زي ما ترسى معاك هيساندك، تخسر تكسب مش هيسيبك. جمله واغنيه جميله جدا 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 من صالح جمعه لجمهور النادي الاهلي. احمد حمودي مبروك علينا خطوه مهمه للقب، ومبروك لجمهور الاهلي اللي وقف معانا وساندنا ودعمنا لاخر لحظه. ده كلام لعيبة النادي الأهلي، وادي الفرحة والسجدة داخل فريق داخل ملعب رادس في تونس بعد الفوز. خلينا نروح لإيفونا على انستجرام. إيفونا نجم النادي الأهلي المنتقل إلى نادي في الصين، لا تقلل أبدا من البطل، سوف تفوز إن شاء الله بنصف النهائي والفاينل، حظ سعيد لأصدقائي وعائلتي في الأهلي دائما في قلبي. إيفونا بيحب الأهلي والأهلي بيحب إيفونا. احمد حسن الصقر نجم النادي الاهلي السابق. علي معلول لاعب مميز ولكن اليوم اثبت انه له شخصيه داخل الملعب رغم تسببه في هدف الترجي الاول، الا انه عاد بالهدف الاول وصنع الهدف الثاني. ده من كلام واحد من الشخصيات الجميله جدا والشخصيات القويه في كره القدم، احمد حسن الصقر، ان يقول كده على معلول فده يبين لك قد ايه معلول عمل فارق في هذا اللقاء. محمد نادي جده صاحب هدف من اهداف الفوز في 2012. شريف اكرامي وعلي معلول يمتلكان شخصيه البطل وشخصيه الاهلي. ملحمه اخرى من ملاحم النادي الاهلي، نحن لا نعرف الياس، مبروك يا اهلي، حظ عظيم وموفق للترجي الكبير. ده معشوق الجماهير محمد ابو تريكه الماجيكو. الفنان نبيل الحلفاوي قال لنا حاجه جميله جدا، قال لك في سؤال محيرني ومش لاقي له اجابه، هو ايه اللي يمنع اي حد انه يبقى اهلاوي؟ يعني اللي مش اهلاوي مش اهلاوي ليه؟ ده سؤال مهم جدا وانا بردده معاك يا فناننا الكبير نبيل الحلفاوي. اللي مش اهلاوي مش اهلاوي ليه؟ كل يتذكر مقوله شديده جدا ما بين الراحل المايسترو صالح سليم و الفنان عبد الحليم حافظ، كانوا ماشيين وبيعدوا على احد المقابر فبيدردش مع الفنان عبد الحليم حافظ، قال له يا فناننا لو كان قدر ليه الأموات إن هم يكون لهم اختيار في كرة القدم كانوا هيختاروا النادي الأهلي. ده آخر حاجة معايا النهارده، حتى ألقاكم تحياتي، ما تروحوش بعيد دايما، نادي الأهلي حديث حديث.